سلام، كما العادة والعوايد رانا دخلنا الكوزينة وقت العشاء. كما راكم شايفين دوكا انا راح نفرز هاد المعنات، راني غسلتهم وخليتهم يقطروا لهنا، دوكا راح نرجعهم بلاصتهم، كل حاجه بلاصتها، وبان نفرز عليا الدعوه ونبدا ندير العشاء تاعي. تبعوني اليوم وصفه بزاف 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 بنينه. الان شوفوا معايا التريفه كيفاش راح نخدم يعني الحبه تاعي تاع البوراك. اول حاجه راح نجيب اوراق الديون، الخطفه تاعي الزوج تاعي المره هذه جاب لي هذه النوعيه، ما على باليش ما جربتهاش من قبل، يعني انا مره نجرب لا مارك تاع اميره يعني تجي فريمون مليحه. بصح يعني هذه الخطفه يعني هذه تاع الحكومه هذه ما تحكميش عليها، مره تجي مليحه ومره تجي مش مليحه. هذيك اميره اللي ما نستعملها مرات تجيني رائعه ومرات ما تجينيش مليحه، تجيني تبقى سارده وتلم الزيت بزاف. المهم نلعب من الاحسن يعني تاع الخطفه تاع الدار. نضبطكم هاد لاماك، انا ما جربتهاش من قبل، اول مره راح نستعملها ان شاء الله تكون مليحه. هذا الشعله وجهها صفر، ما على باليش اسكو مليحه ولا نو. سامحوني دقيقه نشوف لادات تاعها. وي مازالت. دركا كيفاش راح ندير؟ راح نحكم وحده من الخطفه تاعي، نحاول نحلها بالعقل باش ما تتقطع ليش. نحاول نحلها بالعقل راني مسحت يعني المكان اللي راح نخدم فيه بها. هذا وجه تاعها الحرش، يعني نورمالمون نخدم على الوجه هذا الرطب. شوفوا هذا الوجه تاعها كيفاش رطب، وهذا اللي منا جاي هكا شغل حرش، يعني من الاحسن تخدمي على هذا الوجه اللي يجي رطب باه هذا يعني كي تقليها منا تكون مقرمشه. دركا بسم الله كيف راح ندير؟ راح نحط كميه من المزيج تاعي هذا تاع البوراك كما راكم تشوفوا. نخدم يعني البوراك تاعي عادي، انا ما نخدمهاش يعني سيجار رقيقه وما نخدمهاش بريك هذاك اللي يجي كاري، راح نخدمها يعني دوك تشوفوا معايا تكون شكل مستطيل شويه عريضه وطويله. شوفوا والله يعني الريحه تاع هاد لافاس هذه تاع البوراك ما شاء الله بنينه ما نحكي لكمش. ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم. دوكا راني حطيت كميه مليحه. بالنسبه لورق الديول انا ما نقسمهاش، يعني نستعمل وحده كامله باه يعني طيب لي مليح وتجيني مقرمشه. دوكا واش راح ندير؟ راح نحط كما راكم تشوفوا الفرماج تاعي راني وجدته قدامي، راح نحط طرف تاع الفرماج نحطهم هكا قدام بعضهم. انا الفرماج شوفوا يعني ما نحطوش في لافاس، يعني كي نحطو في لافاس ما نسبنوش، ما تجينيش هذيك البنه تاع الفرماج من عرف تروح مع الزيتون ومع اما كي نحطو هكا طرف قدام طرف، من بعد كل ما ناكل يعني كل عضه نعضها نلقى فيها طرف فرماج ونسبنو. الله الله واش نحكي لكم. كيما راكم تشوفوا معايا هكذا
كما قلت لكم كل ما نعطر نلقى طرف فرماج معايا. فوالا نحطها هاي ليكم درك راح نقفل عليها كما راكم تشوفوا. نو جانا نو ماما كما راكم تشوفوا معايا نقفلها عادي. هنا راح نحط لها شويه تاع هذا تحكم هاي ليكم شتو الشكل تاعها كيفاش نديرها انا. راح نحطها بجيه وراح نزيد نخدم معاكم وحده باش تشوفوني كيفاش لكم طريقه سهله. شوفوا معايا راح نحاول اني نمسحها بالعقل. فوالا كما قلت لكم الوجه هذا الرطب تاعها هذا هو اللي تحطوا عليه العفاس تاعكم. راح نزيد نحط كميه يعني تحاولي ديري الشكل تاعها يكون مستطيل فوالا هكا. دوكا راح نحط الفرماج كما راكم تشوفوا معايا هاوليكم. ثانيا هكذا نحط في الفرماج كما قلت لكم تحطوا هكا طرف طرف تقسموا قدام بعضهم فوالا. من بعد تغلقوا على البوراك تاعكم وي ماما دوك ندير لك اسمعي فوالا. كيما قلت لكم تحطوا شويه تاع لاباس هادي باه تغلقوا البوراك تاعكم فوالا. هاي ليكم الشكل تاعها. الان دوك انا راح نكمل الكميه تاعي هادي تاع لاباس ومن بعد راح نقري البوراك تاعي على النار. يعني تحطي الزيت كميه مليحه من الزيت ديري له النار يسخن مليح ومن كي يسخن الزيت تاعك تنقصي عليه النار وتقري البوراك تاعك عادي. من بعد خواتاتي ان شاء الله راح تشوفوا معايا البوراك تاعي في صحن التقديم. فينالمون هاو البوراك تاعي وجد طاب احمر معايا كما راكم تشوفوا. انا نحبو هكا يعني طايب مليح فوالا راهو جد. راني حطيته في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. مع الاسف الفيديو اللي خدمته باهي نوريه لكم اللي فيه الحشو يعني لافاس اللي درتها داخل الخطفه تاعي ما طلعش. ما فهمتش علاش بروبليم مع لابليكاسيون تاع فيديو شو. المهم راح نحط لكم الوصفه تاع لافاس في صندوق الوصف. الان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وان شاء الله يعجبكم البوراك تاعي. يعني ياكم يعني راح تلقاو الوصفه تاع الحشو راح نحطها لكم. كما قلت لكم ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وما تنساوش ديروا لي جيم وابوني للقناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى لكم ليله سعيده وصحه عشاكم.